نبدأ بتمرين الترايسبس بالبعض. أول إشي حابين نحكي عليه هي القبضة. القبضة إن كانت ضيقة إن كانت عريضة أعرض ما بتأثر. هنا من الضيق إلى العريض، كل ما ضيق إيدي تعطيني الخارج، كل ما أوسع إيدي تعطيني للداخل. فهنا حسب نقطة تأثير القوة اللي أنت بدك إياها. هنا أهم إشي إنه الرجل مثنية، الجسم مستقيم، الإيد أثناء الأخذ بتكون بطريقة المستقيمة، طريقة مستقيمة. يلا ناخذ البار. هنا حنمسك إحنا المسكة المتوسطة اللي هي على قد فتحة الكتف، 5 أصابع أو 4 أصابع حسب ما أنت ترتاح. أرجع إيدي زاوية 180 درجة بعمل بالضبط مع الكتف. ممتاز. أنزل البار. هنا ممكن أنه أمر بالأخطاء التالية: عدم ثني الرجل، تعريض اللور باك للضغط، أو أسوي شغلة واحدة أنه الإيد ما تكون بصورة عمودية بتميل. هنا نقطة تأثير القوة عندي في الترايسبس، كل ما نزلت نقطة تأثير القوة في الكوع أو الألبوم ما يسبب لي خسارة هذا الإشي. هنا في أريد أركز على غلطة بالجمات، الكل يقولوا له لازم تسوي إيدك هيك. هنا لازم يراعون تراعي فرق التشريح بين إيدي، واحد إيدي هيك ولا يمكن إلا بكسر الكتف، وهذا حيسبب ضغط، فما بحاول أضغط حالي. من آخذ صحيح، هان صحيح، وجميعها صحيح. أهم إشي هذا التمرين يؤخذ براحة إيدي، راحة إيدي هان خلص أظني آخذ هذه الطريقة. وشكراً.